الوطنية بريس تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. نشكركم جميعا على تلبية دعوة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا اللي ارتأت في إطار برنامجها لهذه السنة وبمناسبة ذكرى 73 اليوم العالمي لحقوق الإنسان أنها تنظم هذه الندوة تحت شعار حقوق الضحايا في مواجهة الفئوية السياسية. قبل من هذا وعندنا متدخلين أجانب أونلاين je voulais vraiment présenter nos excuses, nos chers confrères. C'est vrai, il y a un petit retard, mais on va le rattraper. Omar Mohamed en ligne, Tibin Ndoua. Dahaï l'attidaat al-jinsiya. Quand je veux dire que la Jumaïa al-Maribiya al-Hukouk Dahaï a fait à l'attiqa cette mahame et à l'état d'ahdafha al-mustara dans les qawaniens d'yelha. كنعرفوا جميعا واقع الاعتداءات الجنسية واللي هناك إحصائيات رسمية كتقول بارتفاعها. مع الأسف هذا الواقع كيخلينا اليوم أننا نبذلوا مجهود من أجل حماية ضحايا الاعتداءات الجنسية. كنعرفوا بأن هذا طابو داخل المجتمع المغربي، ولكن الإشكال مع كل العوائق الاجتماعية والثقافية اللي كتخلي ضحايا الاعتداءات الجنسيه انهم يصمتوا وما يجهروش بالجرائم الجنسيه اللي كيتعرضوا لها. هناك كذلك جهات اخرى كتستغل الملفات فقط لان فيها ناس عندهم نفوذ سواء صحفيين او محامين او ناس بارزين من اجل اسكات صوت ضحايا الاعتداءات الجنسيه باش ما يجهروش هاد الجرائم اللي كترتكبهم واللي كتخلف معاناه اجتماعيه ونفسيه و ديال في الاسره ككل، لان الضحيه ما كتبقاش الضحيه المباشره ولكن كل محيط ديالها كيولي ضحايا. اشكركم جميعا، اشكر الاستاذ المحامي ستانيسلاس من بلجيكا، اشكر الاستاذ بنجادور من فرنسا المحامي كذلك، اشكر الدكتور نفساني كزافي من فرنسا كذلك على قبولهم المساهمة في هذه الندوة العلمية التي طبعا لن تكون إلا مفيدة لنا ولمرافعتنا في إطار حماية حقوق الضحايا. شكرا لكم جميعا. اليوم الجمعية المغربية لحقوق الضحايا كتنظم ندوة علمية فيها متدخلين أجانب اللي غادي يعطيونا يعني وجهة نظرهم فيما يخص واقع وحقوق ضحايا الاعتداءات الجنسية في بلادتهم، في عندما يكون المتهمين خاصة مشاهير معروفين رجال أعمال رجال سياسة محامين أو لا صحفيين. مع الأسف حنا في بلادنا منين لاحظنا أنه هذه الملفات اللي كيتم فيها تحمل الضحايا لمسؤولية كبيرة والجرأة كبيرة اللي كنحيوهم عليها أنهم جهروا بالاعتداءات الجنسية اللي كيتعرضوا لها كيلقاو واحد الصد من جهات مع الأسف يمكن نفهموا المحافظة اللي عندنا في المجتمع المغربي فيما يخص هذه الاعتداءات الجنسية وفيما يخص كل ما يتعلق بالعلاقات الجنسية، ولكن الإشكال منين تصدر هذه المواقف من جهات بخلفية سياسية بخلفية إيديولوجية اللي كتوقف ليس فقط الهدف منها هو التضامن مع هاد المتهمين، ولكن الحقيقة فيها هو تمرير مواقف سياسية
لجهات أخرى. كنعتقدوا بأن هذه ملفات قضائية معروضة على القضاء، كل فئوية سياسية يمكن نشتغلوا بها في مجالات أخرى، في مجال القضاء، في مجال حقوق الضحايا. كنعتقد أن المحاكمة العادلة تقتضي أن لكل أطراف المنازعة القضائية حقوقهم واجباتهم أمام القضاء، والجميع يجب أن ينضبط ويحترم قرارات القضاء. استغلال هذه الملفات بهذا الشكل كيمس أولاً للقضاء، كيتم الضغط والرغبة في التأثير على القضاء، وهي كذلك جرائم التي يعاقب عليها، وكيتم المس بحقوق الضحايا اللي هما يعني يتحملوا مسؤولية كبيرة أنهم يجهروا بهذه الاعتداءات الجنسية. ولكن كجمعية كنتمنى منكم كإعلام وعن طريقكم توصلوا هذه الرسائل لكل المجتمع بأنه ما خصناش نبقاو ساكتين على الاعتداءات الجنسية. يصادف يوم حقوق الإنسان لهذه السنة ذكرى 73 لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهذا الإعلان الذي حدد مجموعة واسعة من الحقوق والحريات الأساسية التي نتمتع بها جميعا اليوم، كما يضمن حقوق كل فرد في كل مكان دون ما تمييز على أساس الجنسية أو مكان الإقامة أو الجنس أو الأصل. في إطار النهوض بحقوق الإنسان، عمل المغرب خلال العقد الأخير على تحديث وملائمة منظومة الجنائية مع المعايير الدولية، فإلى أي مدى استطاع المشرع الجنائي الوطني ملائمة القانون الوطني بأحكام القانون الدولي الإنساني؟ وهذا ما سنتعرف عليه خلال هذه الندوة العلمية التي يحضرها عدد من الكفاءات. وغادي نبدا اليوم بالمداخلات، يعني نبدا بالمداخلات ديال الضيوف ديالنا الأجانب. Bonjour madame la modératrice, bonjour madame la présidente, excellence, et vous tous, puisque je ne peux pas vous voir, et chacun d'entre vous en vos grades et qualités. Il faut vous dire, avant d'intervenir plus précisément sur ce problème des procès des célébrités, que ce n'est pas un problème, absolument pas un problème marocain, ce n'est pas un problème maghrébin. C'est un problème auquel nous sommes tous actuellement confrontés entre nous. Alors quand je dis chacun d'entre nous, ça peut être en qualité de magistrat, en qualité de représentant public ou politique, ou en qualité de membre d'association comme la vôtre. يمكننا ننطلقوا من الارقام اللي كتعطي هنا المندوبيه الساميه للتخطيط، اللي كتعطي احصائيات في 2019 كتقولنا بانه فقط 10% من مجموع النساء ضحايا الاعتداء هما اللي كيتشكاو امام المحاكم او امام الشرطه. هذه بصفه عامه، العنف بصفه عامه، ولكن كيتعلق الامر بالاعتداء الجنسي فقط 3% هما اللي كيلجؤوا يعني للشكايه. تصوروا معايا ما بين 100 ديال الناس، 100 ديال النساء ضحايا اعتداء جنسي، فقط 3 هما اللي كيمشيو يتشكاو. ونسالوا نفوسنا كيفاش كيكون الاستقبال وكيفاش كيكون التعامل مع النساء اللي هما ضحايا الاعتداء الجنسي. وكنا نسالوا كذلك علاش هاد النساء ما كيمشيوش يشكيو. ما كيمشيوش يشكيو لانه الثقافه المجتمعيه ومجموعه ديال الاليات كتعتبر ديك المراه اللي كتشتكي انه هي براسها مشكوك فيها.
يعني نظرا اللي كنا عندنا الماده 94 اللي كتتعاقب بالعلاقات الجنسيه الى اخره، يعني كنطلقوا من كون الراجل ما عليه حرج انه الراجل راجل يعني ما كيتلامش، ولكن هذيك المراه شنو كانت لابسه، فين تلاقات به، واش طلعت معاه في الطوموبيل، واش مشات معاه للدار، واش تلاقات معاه في شي موضع مغلق، وشنو كانت كدير في الزنقه، وشنو كدير، وشنو كدير، يعني كتحول الى متهمه. ولكن اكثر من ذلك، وهذه هي النقطه اللي مسلطين عليها الجمعيه، هو ملي كيتعلق الامر انه المغتصب او المعتدي جنسيا عنده واحد الموقف مجتمعي، ومع الاسف هذا الشيء كيوقع لنا. وشفنا دابا مؤخرا في الغرفه الثانيه شفنا حاله ديال الاعتداء الجنسي، تنشوفوا في الجامعه بعد الجامعه ديال ستات الظاهره ديال الجنس مقابل النقاد، كنلقاو يعني في اماكن اللي ما نتخيلوش انه كاين فيها، يمكن يكون فيها الاعتداء الجنسي، انه النساء غير مؤمنات. واللي كيوقع هو انه مع الاسف هي تكلمت على لو كوربوراتيزم، يعني هذاك روح ديال الجسد اللي يمكن نقولوا، ملي كيكون واحد الجسد ميلي معين، صحفيين او غيرهم، يعني كيوقع تضامن ماشي مع المرأة الضحية، بل تضامن مع مرتكب الفيلم أو المتهم بمرتكب الفيلم، اللي هو كيتحول إلى بطل ديال القضية ديال الاغتصاب، وكيوليو يتهموا أنه هي اللي صنعت هذيك القضية، وهو ما يمكنش، وداك السيد كنعرفوه ما يمكنش يدير بحال هاد الأمور. وتحت السطور يمكن نقراو أنه هاد الباب ما خصهاش تكون فيها خطر، لأنه أي واحد فينا سمعنا في بعض التعليقات ديال الناس كيقول لك سمعت الكلام اللي كيقصحني، ولكن يمكن نقولوه غير في التواصل الاجتماعي، إوا عيبنا واحد، إوا كذا، إوا، يعني ما يمكنش تكون المرأة اللي هي ضحية ديال الاعتداء. المناظرة ديال اليوم اللي كيشاركوا فيها واحد العدد ديال الاختصاصيين في حقوق الإنسان وفي الدفاع عن حقوق الضحايا، الهدف منها هو تحسيس الفاعلين السياسيين والاجتماعيين ورجال الأعمال باحترام حقوق المرأة طبقا لمقتضيات الدستور 2011 الذي كرس المساواة بين المرأة والرجل. وهذه بالنسبة لنا احنا مناسبة أنه نطرحوا واحد المشكلة عند الفاعلين السياسيين من حكومة وأحزاب سياسية باش يراجعوا واحد العدد ديال المقتضيات القانونية اللي هي فيها حيف للدفاع للنساء باش تمشيو في إطار المساواة. والآن المغرب ديال اليوم ماشي هو المغرب ديال البارح، المغرب اليوم فيه دستور 2011، فيه الإنصاف والمصالحة، ولا كيحترم حقوق الإنسان والمحاكمة العادلة وقرينة البراءة اللي كلهم كاينين في الدستور. كنتمناو بأنه الحكومة والأحزاب السياسية تاخذ بعين الاعتبار هاد التحركات اللي كانت ديال الفاعل الجمعوي الحقوقي فيما يخص إعادة النظر في مدونة الأسرة وفي بعض المقتضيات في القانون الجنائي، القانون الجنائي اللي ما بقاش موافق للظروف اللي كيعيشها المغرب الان في ظل دستور 2011. وكنتمناو ان نصيبوا اذان ساغيه في هذا الميدان. وشكرا. ابراهيم الرشيدي، فاعل جمعوي وحقوقي. الوطنية بريس تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة.